عايزه اقول لو انت ما عرفتيش قيمتك كعبده وامل الله كانثى وكانسانه، ما تطلبيش يا بنت الغير ان هو يعطيك قيمه انت مش شايفاها لنفسك. الله سبحانه وتعالى كرم المرأة. ونيجي نتكلم عن دعاة النسوية ولا السترونج وومن ولا كل الكلام ده، الحاجات دي كلها الله سبحانه وتعالى حباها ليكي وزيادة. وهقول لك دلوقتي بالدليل، لك قيمة عالية جدا في الإسلام، لك قيمة التغيير. لما الله عز وجل قرر التغيير في بني إسرائيل وفرعون كانت أداة التغيير امرأة. لما الله سبحانه وتعالى قرر يجيب دين جديد كانت أدوات التغيير امرأة. فأنت مش شايفة قيمتك لا في الدين ولا في الإسلام. أنا بس بتعجب من إيه؟ أنا بتعجب تقول لك إيه إحنا مسلمين، ولا عجبك ولا حكم من أحكام الإسلام، ولا عجبك ولا وبتعترضي حتى على الأمور اللي أنت ذات نفسك فيها حابة تعيشي دور الضحية. يعني إن أنا أعيش دور الضحية في أمر الله سبحانه وتعالى أصلا كرمك فيه ده. أنا هقول لك دلوقتي أوبشنات ومميزات وحاجات تحفة جدا ازاي الاسلام عطاهالك، والله من فوق سبع سماوات قال هي دي المرأة في الاسلام. وانا ابتغي العزة في غيره، هو اللي جاية من الغرب ولا اللي جاية بدعوة تعالي شوفي الحرية، انت اللي هتعلميه، انت اللي هتديني حريتي وهتعلميني وتعالي اطلعي حقوق ايه؟ حقوق ايه؟ انت ما تعرفوش قيمة المرأة في الاسلام عاملة ازاي؟ انا مش هقول حديث ماشي، وانا عندنا حاجات كتيرة جدا جدا قلناها في فيديوهات قبل كده، بس انا هقول لك النهارده معنيين جمال جدا وركزي معايا فيهم. هاتي كده سورة القصص يلا. ولما الله عز وجل قرر التغيير لبني إسرائيل فأوحينا إلى أم موسى امرأة، وبعدين تاني امرأة فقصيه يلا أخته، وبعدين تالت امرأة ها قرة عين لي امرأة فرعون آسيا بنت مزاحي ها التلاتة، وبعدين شوفي بص برضو بص التغيير برضو جاي فين ها حرمنا عليه المرة ده من قبل. كانت برضو ايه اللي حصل؟ قطرة حليب، تلات نساء وقطرة حليب كانوا هم قرار التغيير. طيب النقطة التانية هاتي بقى آل عمران، رب إني وهبت وطلعت بنت ليس الذكر كالأنثى. اسمعي الجمال بقى، اسمعي الجمال، ليس الذكر الذي طلبته امرأة عمران يطلع ويخدم في المعبد كالأنثى التي وهبها الله إياه سيدة مريم أم نبي، ليس الذكر كالأنثى التي وهب أم نبي وأوحى إليها ومعجزة ومن أربع نساء العالمين مفضلين على العالمين، فاطمة بنت محمد، آسيا بنت مزاح، خديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران. ده قيمتك، المرأة الوحيدة القادرة إنها تعمل تحت ضغط أنت. حتى الراجل كده وديه مهمتين ثلاثة فيقول لك لا 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 خلينا راجل، هو مخه صناديق، مخه يعني أنا دلوقتي في صندوق الشغل ما ينفعش أطلع منه، لكن مهام متعددة أنت، أكلم ابني ومش عارفة أروح فين وأجيب وأرد على مين وأعمل، أنت استخدم فصين المخ، واحد عيل بيعيط مش عارفة رايح، أنت اللي قادرة على كده. طب أقول لك على حاجة تانية، هاتي برضه آل عمران ها، لما حصل إيه؟ أقصى أنواع ووقت ضعف للمرأة وهي ابتلت عند المخاض، فأجاءها المخاض ها إلى جذع هزي، تهزي إيه؟ ده جذع ده عايز 10 رجال، هو غصن، هزي في إيه؟ في أقصى لحظات ضعف المرأة أنت قادرة، أنت تقدري، والله سبحانه وتعالى قال فهزي إليك. يبقى ما تجيش تستقلي بنفسك ولا تجيش تستقلي بقدراتك وتقولي جذع، أنت عايزة تعيشي دور الضحية ده شيء تاني. انت عايزه تعيشي دور انك بقى المظلومه في ظلم حقيقه، انا لا انكر ذلك، في ظلم حقيقي واقع المرء من بعض الممارسات الخاطئه. يعني هي الكسره دلوقتي ماشي من بعض الرجال وبعدين ربنا ينفخ في صورتهم ويتعلموا ويعرفوا يتعاملوا، لكن ده ما يجيش يخليكي تجيبي الاصل ذات نفسه وتقولي لا ده هو الدين اللي عمل فيه، لا لا خالص. شوف انت قيمتك في الدين عامله ازاي، شوف انت قيمتك في الاسلام عامله ازاي. قرار تغيير لامه، ثلاث نساء وقطرة حليب، قرار دين جديد وليس الذكر كالأنثى السيدة مريم، وبعدين أقصى أنواع الضعف هزي إليك أنت. فاللي قادر يعمل تحت ضغط، عارفين بقى لما نقول بس الأمل، القادر يعمل تحت ضغط زي الحديث إذا قامت الساعة وفي أحدكم وفي يدي أفاسيلة، لا 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 ده الدنيا بتعمل والجبال بتتهد والبراكين والبحر سجروا، في إيدك فسيلة اعملها. العمل تحت ضغط، في ضغط ايه اكتر من كده؟
فما تجيش تستقلي نفسك، لانك لو استقلتي نفسك، انت لو استقلتي نفسك وشايفه نفسك كده وضحيه بقى لا 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 لا، انت يا بنتي قادره على التغيير، انت قادره على التغيير. انا طبعا يعني مش عارفه الاضاءه شكلها عامله ازاي، بس خليني اكمل لكم. فالفكره في الاول والاخر اعرفي قيمه نفسك في الدين والاسلام، وما تجيش تقولي ده انا ده دي. لا 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 لا، الله عزك، الله قال انت 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 صاحب القرار التغيير اهو. لما ربنا عاوز يغير دين جديد اهو، كنت انت، كنت المراه. ما تجيش بقى تقولي لي الدعاوى الخارجيه والسترونج، فين يا بنت الحريه عندك في الاسلام؟ القيمه الحقيقيه ليكي في الاسلام خلاف كده لا، خلاف ولا تبتغي العزه في غيري ابدا. تمسكوا بدينكم، وتمسكوا بثوابتكم، وتمسكوا بحب ربنا للعباد قبل كده، يعني يحبهم ويحبون، سبق حب الله عز وجل لحب العبد. الله يريد لك الخير، ويريد الله يتوب على الله، اراده من الله اولا. فكل الخير ده، وتيجي في الاخر تتنصلي من احكام دين ولا احكام اسلام عشان خاطر شويه دعاوى فاسده، كلام فاضي. صدقيني والله كلام فاضي. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. ورانا بحر بقى، عايزه ورانا بحر، دعاء البحر، يا بحر ربي وربك الله. الله سبحانه وتعالى يا ربي يرزقنا الفردوس الاعلى في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا امين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.